لوجو. ما تسيب اي حد بقى يحط، انت مالك يا اخي؟ بشكركم، بشكر ربنا طبعا في الاول ان خاتمه المرحومه دعاء كانت خاتمه تليق بيها. ما حدش يرفع تليفوني يا اخي. الحمد لله، يمكن احنا عملنا عزاء في البلد امبارح. عايز اقول لكم الحمد لله الطريق اتقفل من عمر كده. احنا موجودين، قفل، احنا موجودين. ده حب من ربنا للناس، حب من ربنا لينا وللمرحوم. معلش، ربنا يرحمه. النهارده ما انتوا شايفين رموز سياسيه، انا مساعد رئيس الوزراء رموز، وطبعا والاهلاويه. طب ما اللوجو، اللوجو قدامي. تم اعضاء مجلس النواب، منهم وكيل مجلس النواب. كم رياضيين من الزمالك، من الزمالك ومن الاهلي. حاج محمد عبد الوهاب كان موجود، حسن بدري موجود، ربيع ياسين موجود، كتير سفير نور موجود، رموز اهلاويه كتيره موجود يعني. وده بيؤكد يعني انه ينفع يعني؟ يا باشا من فضلك هتلاقيني مشيت. وده بيؤكد ان العلاقات الانسانيه ما فيهاش اهلي وزمالك. اكيد كان في رموز فنيه طبعا. ننزل بس شويه. رسوم السيد اشرف نقيب المسيح واحمد ادم ومحمد صلاح وعفاف شعيب. انا خايف انسى حد. صلاح عبد الله، صلاح عبد الله، احمد ادم، ياسر جلال، كتير، واحمد ادم، واحمد ادم. المهم يعني الحمد لله دي محبه من ربنا لينا، ومحبه من ربنا يقول لملائكته لما يحب حد ينزله يقولوا البشر حبوا الناس دي. انا بعتبر اللي حصل امبارح في العزاء في المطران والنهارده هو استفتاء تاني، هو استفتاء بفضل ربنا، هو استفتاء بفضل ربنا. بيقول اللي زور الانتخابات ضد في مطار الحمر، واللي مشاني من نادي الزمالك للسيفتاء بيقول له طز فيك. ده شعب مصر، ده شعب مصر اللي كله جايين زمالك، شايفين كلكم جايين بحب. وانت انا لا في سلطه، انا لا رئيس نادي ولا رئيس محكمه، وطبعا في عدد كبير من القضائيين كانوا موجودين والمستشارين. فده استفتاء، اعتبر استفتاء محبه للمرحومه ومحبه لمرتضى اللي تافه سقطني بالتزوير وطلعني من نادي الزمالك. بقول هو ده شعب مصر هنا وهناك. واوعى تفتكر ان شعب مصر ده شعب مش واحد، شعب محترم جدا وشعب راقي جدا وفاهم ومتحضر ومتحضر. انت شفت يمكن كل نجوم الزمالك وعلى راسهم الكابتن ابو رجيله طبعا، كلكم شفتوا يعني. فاروق عفاف، مش عايز انسى حد ومدحت حد، كله كان موجود. نرجع بقى للحدث. انا بقول للفريق كامل من فضلك تاني، عمل ايه؟ احنا مبسوطين انك وسعت الشغل. انتوا حاطين اللوجو، قلنا ماشي بقى نصور. ثانيه واحده، من فضلك انت ليه عامله مشاكل؟ حضرتك وسعت الشوارع عشان العربيات في مناطق سكنيه، يا كامل يا وزير، يا اللي تم مكافئتك بوزاره جديده الصناعه، هو حضرتك بتوسع الشارع. طب السكان ما تعملش حساب البني ادم، البني ادم تعمل حسابه في ايه؟ تعمل حسابه في اشاره مرور. لا، كوبري وقع، هو عمل كوبري وقع، كلكم عارفين ان فاهم عربي وقع. وبعدين مفيش كوبري مش 17 دور. طيب فين مطبات؟ كان في مطبات والشارع صغير، شالها هو ورئيس حي العجوز. وبقول تاني، وقلت انا لو تفتكروا اللي كانوا موجودين يوم الحادثه، يوم الحادثه، ان مدير مرور الجيزه فاشل فاشل فاشل. اللواء ماجد ليه فاشل؟
لأن احنا موجودين في المستشفى الشروق لما رحنا قبل ما ننتقل بيها مستشفى الهلال، وبعدين انتقلنا لمستشفى وادي النيل، وتاني كل ده على فكرة يا جدعان ما بقولكش ايه ده، بيروحوا المستشفيات يعني الفخمه دي مستشفى الدوله. سام مدير الامن محافظ اسيوط بعت لي البيه المامور اللي هو العميد احمد السوري، وهو واقف معانا بياخد احوالها. اربع حوادث في ساعتها جيهم في نفس الشارع. ماجد بدل ما يتشال يطلع معاش بقى مدير اداره العامه لمرور مصر كلها، هذا الفاشل بقوله. شوف وزير الداخليه محمود توفيق ده راجل محترم وعامل شغل على اعلى مستوى، يكفي انه وضع الارهاب على اللي هو عادل جعفر مع الناس اللي شغالين معاه تمام، انما في النهايه الراجل فاشل اللي اسمه امجد حضرتك تجيبه مدير اداره عامه مرور مصر كلها. وبعدين في شارع جامعه دول العربيه نفس القصه، كل يوم ثلاث اربع حوادث اطفال بتعدي الشارع عند فندق النبيل بتموت. استاذ كامل من فضلك يا اللي اهتميت بالعربيات اسمه انت بتوسع طرق ليه؟ عشان العربيات. طيب هل تعلم ان شارع احمد عرابي بقى فيه متر انفاق؟ هل تعلم اخي كامل ان شارع احمد عرابي في كوبري يوصلك اسكندريه وطنطا والاسماعيليه، يعني اصبح احمد عرابي ده جزء من الطريق الصحراوي، ولا انت مش واخد بالك؟ مش واخد بالك امشي. انما انا قلت وبقول تاني دم اختي دعاء في رقبه كامل وزير عشان الطرق اللي عملها وماشي حساب ممكن نرجع ورا شويه يا جماعه. انت في رقبه اللي هو امجد طب اللوجو مدير الاداره العامه للمرور. طب انت جاي ثانيه وفي رقبه رئيس حي العجوزه اللي كان فيه مطبات شالها، يعني الشارع لما كان الجنينه قد الشارع 10 مرات مش كل حاره 3 4 متر، كان مين مطبات؟ لما دلوقتي الحاره دلوقتي 500 متر شالوا المطبات. فدعاء خلاص ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. طب واللي جاي؟ طب والحاسه بتاعت امبارح اللي في الشارع واللي قبليها؟ لا هي القصه مش منظره. تاني بقول اهو مع احترامي للفريق كامل بلدياتي وراح عند البلد كتير ويعني كله تمام وعمل اطار على اعلى مستوى تمام، انما انت نسيت حاجه مهمه، البني ادم. فانا اتمنى الحوادث اليوميه اللي بتحصل في احمد عرابي وجامعه الدول العربيه شارع الشباب يا جماعه الصغير في خمس ست اشارات يروح، هي عند تعمل اشارتين في احمد عرابي مش عارف، واعمل جامعه العربيه اشارتين عند واحده عند النبيله، دي مهمه جدا. الاولاد اللي بيعدوا من نادي الزمالك الاطفال بيعدوا كل يوم تظهر حوادث. طبعا نسيت اشكر طبعا السيد نائب، زي ما قلنا ده نشكر السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور اشرف صبحي اللي انا كنت مسافر، هم لما عرفوا ان حاله كلها كسرت من اليمين والشمال والرجلين والمفروع نقلوها مستشفى، لكن طبعا مستشفى انا بشكر الدكتور مدير المستشفى هناك لكن تقريبا حصل بقى نزيف في المخ وبيضه في المخ فنقلوها سرين مستشفى وادي النيل. مستشفى الدكتور مدير هناك محترم جدا، لكن خلاص ده قضاء احنا راضيين بيه، لكن لا تلكم انفسكم الى ايه؟ التهلكه. لا يا فريق كمان انت بتلك الناس للتهلكه كل يوم، انت ورئيس حي العجوزه وانت والباشا مدير مرور مصر كلها تمام؟ لانه حياه الانسان اهم من العربيه. فنتمنى ان شاء الله، نتمنى يعني مش عندي يعني الموضوع ده خلاص هي توفت الله يرحمها. وده مش شايفين هي طبعا كانت رئيس التحرير برنامج طبعا وزاره الثقافه وكانت رئيس التحرير مدام صفاء بسيط. انا كنت بحكي لك الحلقه اللي عملوها مع مدام ايمان الممثله الجميله دي، سافروا مع بعض وعملوا كل حلقات هي كانت رئيس التحرير. وانا طبعا مندهش، هي اللي شغاله احمد زاهر في التمثيل. عايزين بقى هي اللي شغاله احمد زاهر في التمثيل. عايزين الحته دي هو غاب عن ثانيه واحده ليه؟ شغلت مين؟ احمد زاهر. حاجه تخينه كده لانه دكتور عادل صادق اخته كانت متجوزه والده. عايز اذكر الاستاذ احمد زاهر
ممثل مسرح نزار عزاك؟ لا خالص. وفاء هي اللي شغلت محمد رمضان في التمثيل، الاخت اللي اصغر على طول. تاني لما تسال محمد رمضان يقول لك لا انا كنت رايح بالميكروباص بدور على اي حد يشغلني طردوني، وفكت المخرج المنافس طبعا في التلفزيون. فلقيت ولد يعيط ده بالشبشب ولا مش عيب، فهو اللي بيحكي لي انت يا بيه من فضلك من فضلك من فضلك كمل بس تمام. ادت له 20 جنيه هو اللي بيحكي، وتعالى بكره بقى تاني يوم ادت له دور ما بيعزيش. كل انسان عنده ايه؟ عنده اصل صح، وده اصل. انا بس اديت لك مثل كده ايه؟ ده على لسان محمد رمضان، فنان محمد رمضان ما عزكش. اساله مين اللي شغلك في التمثيل؟ مع المستشار. ومين اللي اداك 20 جنيه عشان تركب ميكروباص وترجع؟ وفاء منصور. اساله ما هو موجود ومش موجود. انما احيانا الشهره بتجنن، بتغير، الفلوس بتجنن، السلطه بتجنن، مش كده؟ وده اسوأ شيء في الدنيا، ان بني ادم يجي له مال او شهره او صحه او نفوذ هو مش مستعد، فبيجي له الخلل اللي احنا شايفينه ده خلل. الله يرحمه. في اي اجراءات قانونيه خلال الامن جاي؟ انما الولد محبوس ليه؟ لان اي واحد بيعمل حادثه حق لا باشا احنا بس انا هو اتحبس هستفيد ايه؟ ما انا متنازل لسام المصري ومتنازل لمصري متنازل كل الناس حتى يا باشا انا اتنازلت خلاص، انما اي واحد بيعمل حادثه بيحللوله. لا في المخدرات وده بقول لامجد مدير مرور الجيزه، هو حضرتك ده خد الرخصه ازاي؟ حضرتك ده خد الرخصه ازاي؟ يا بيه بعد ما اتكلمنا والناس كلها سمعت مفيش عسكري مرور في شارع من قريب ولا جنب العربيه. حضرتك شايف المشكله منين؟ المشكله جايه منين؟ المشكله الاتي، انت وسعت الشوارع اهتمام بمين؟ بالعربيات. احمد عرابي دلوقتي، احمد عرابي بقى امتداد لايه؟ الطريق الصحراوي، لان بطلع الكوبري بخش على فين؟ المحور دائري، اخش اسكندريه، اخش اسماعيليه، اخش مدغامر، اخش المنصوره، بقى طريق رئيسي تمام؟ اخش اشاره مرور يا راجل ولا مخاطر ولا مطب ولا لا 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 الناس تموت تموت. ده كل يوم كوبري مشاهد العبور يا ست يا باشا وقع. هو اهتمام بالعربيات بس وقع. طب وهي ما تمش ترميمه وقع. ما هو المفروض اللي لما وقع الكوبري ده المفروض المسؤول كان يتحاسب، لانه وقع عربيه معديه، عربيه نقل عاديه بتعمل كده احنا اسف. حد بيحاسب حد؟ لا طبعا حضرتك صنعت نجوم كتير قوي في نادي الزمالك، وشفنا النهارده ناس كتيره بتعزيك ونجوم كتير، ولكن في نجوم كلهم كلموني كله معزوني وعزوني انزل مبالغ كل الجمله دي زمالك بلا استثناء بلا استثناء والله زمالك وعلى بتصور نفسك بس يا باشا مبالغ مش هنذكر اسماء ولكن لا بلا استثناء والله كلها بتحب والله العظيم زمالك اهلي كلها بتحب بلا استثناء دول ولادي تحب يمكن شيكابالا بس هو الوحيد يعني اللي كنت اتمنى لا انا يا باشا رجعت الحياه لا ما تعتب على شيكابالا تقول له انا ولا هقول له حاجه هقول له مين يعني حضرتك كل سنه انا يقدم واجب بس يا باشا وانت يا جدعان ثواني هكلم واحد خلص خلص ايه يا فندم خلص كل حاجه خلاص يا باشا ده مخلص بقى له خلص يا باشا بقى عشان مش عايز اتكلم عن نبيه مش وقت نبيه وقرف وبتاع ما هو نبيه مضروب امبارح جوه النادي كلكم شفتوا الفيديوهات الاعضاء المحترمين ضربوه والجماهير هتفت ضده في الماتش عشان الشركه بتاعت الكوكولا كلكم شفتوا البوست اللي انا نزلته بعد هزيمة المقاولين ودي مهمة جدا عشان في ناس فاهمة غلط. لما استشهد السيد اسماعيل هنية بعض العيال فاهمين غلط. يعني واحد زي اسمه شريف عبد اللطيف ده اعتقد ده كان شغال مخرج. وكل يعني شهرته انه متجوز بنت صدر شنطة. بيقول يمسح البوست ده عيب. لا انا عايز اسال سؤال. هو فعلا هنيه قتل منسي؟ لا. طب لو هو قتله الدوله المصريه هتعمل بيان تنديد؟ لا. شيخ الازهر هيعمل بيان تنديد؟ لا. كلنا عارفين اللي قتل المنسي الله يرحمه اللي انا كنت عامل صلاه باسمه في نادي الزمالك وحسين لبيب شالها رماها. شالها رماها. رماها. لان هو ده اللي فيه. حضرتك شايف الايمان ثانية ثانية. ف داعش
طلعت بيان هم اللي قتلوا الشهيد احمد عز. فالنهارده نتنياهو نازل طايح في العالم العربي كله، لا طايح. عشان كده قلت ايه، لو العرب ما خدوش طارهم، اصل طار في الاسلام ولكم في قصاص حياه يقول الالباب. تمام، ههتف بعد ما كنت اقول امجاد يا عرب امجاد، اقول معاك يا عرب معاك. لانه غير الشهيد الاخير ده، الاطفال لسه في لبنان، قتل اطفال، قتل 40,000 فلسطيني، وانت جاي تقول لي لا في غزه وفي في لبنان وفي غزه وفي في الضفه الغربيه. فبقول للناس المغيبين، تاني المغيبين، لا اللي هو قالك يا لا ازاي بتعزوا الراجل دوت، عايزين ميدو وحازم هو. انا عايز ميدو وحازم هو، عايز حضرتك، عايز حضرتك مين ميدو ده؟ انت حضرتك احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو احمد حسام ميدو كابتن امام عاشور، كل الناس اللي وقفت معاه. مين احمد حسام ميدو؟ لا بنات يا اسماء، لا يعني احنا بنتكلم عن الراجل رئيس وزراء جاي عازي. لا تكلمني عن المحرج داليا فتح الدنيا. يا فندم انت اللي جبت داليا فتح الدنيا، ساتر مسار والمنشطات وبتتاخد ازاي؟ ايه رايك في اداء اللعيبه في الاولمبياد؟ ساتر مسار انت اللي جايب ميدو للنادي يدرب نادي الزمالك وهو لسه عمره 30 سنه. انت اللي جبت بلدك الحمد لله. انت اكرمت الكريم. لا ملفته اشعراوي، انا شايف الايميل جوه النادي الزمالك. انت اكرمت اللعيبه مراده مراده، بس ما تسالنيش عن ما تسالنيش عن 40,000. لا الناس كلها هل حصل تواصل مع اداره النادي الاهلي ومع حضرتك؟ اداره الاهلي كابتن محمود، ايه اهميه رئيس وزراء؟ رئيس وزراء كده يعني الزمالك حمى عبد الوهاب ده حسام بدري مش مدرب الاهلي. طب ايه ياسين؟ مش كده؟ استاذ ثاني استاذ محمد عبده صالح رئيس اللجنه القوميه في النادي الاهلي مش كان موجود؟ مين ده؟ ما شالش باله. وعلاء عايز الواد ده وعلاء الحمد لله. لا اعضاء مجلس النواب كتير. لا خاصه ده مستقبل الوطن. حضرتك شايف ولا مستقبل حضرتك؟ حضرتك شايف الاهلي ولا هو مش نادي الزمالك؟ عشان نجيب من الاخر، ده في منشات وفي حد عاقل يشيل الرخام والسجين ويحط البلاط بتاع الرصيف، وفي حد عاقل يردم حمامين سباحه ب 11 مليون جنيه، وفي حد عاقل ركز معايا. طب ما ده هدار ملعب ولا حد بيعمل حاجه. ثانيه واحده بس، بس اللي كان جابه محاميهم مش المهم، وفي وزير لسه موجود دلوقتي، هو اللي موجود دلوقتي. هو كبير حضرتك ترفع 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 ترفع. انا لسه كان عندي كابتن الملعب حبيبي فيديو، قلت له بيان الفلوس اللي احنا سايبينها في النادي 100 مليون جنيه اللي كان محجوز عليهم في البنك. اول ما مشيت ممدوح عباس قال لك يلا كان انا اداهم ال 100 مليون، وده اللي كان ايقاف شيكابالا بيده. احنا دفعنا القسط الاول والثاني للاخ شيكابالا اللي ثالث مره يهرب، ثاني ثالث مره يهرب، دفعنا له القسط الاول والثاني. الثالث ممدوح عباس حجز. انا مسؤول ولا مين مسؤول؟ اللي حجز انا بعبي الفلوس ازاي؟ مش في حساب اي واحد. اثنين، اتحاد الكوره كان عليه 56 مليون جابهم لي اللي هم جايين من بره. شو الله يفرجك احسب معانا. كهربا 200 مليون، 2 مليون و650 الف دولار. كانوا عاملين 200 مليون بالسعر ده. لان عمرو جنايني في البنك قال لهم خلي بالكم هيحصل تعويم. هيحصل ايه؟ تعويم. تعويم. ادفعوا بسرعه. خدوا خدوا 70 مليون، خدوهم كاش بالتقسيط. في قسطين ما دفعوش بقى من ثلاث اشهر. حد بيحاسب حد؟ بتفسر بان الاداره ريدي. ثانيه واحده يا باشا من فضلك. سياده الوزير حامي لغايه دلوقتي. مش اشرف صبحي. اشرف صبحي شال ايده خلاص وقفلنا. تمام؟ طيب. 82 مليون اشتراكات. جمال عبد الحميد موقع بايده اربع محلات يمين وشمال اللي هم فيهم النادي الزون 54 مليون. شركه رائعه 120 مليون. يبقى احنا كنا سايبين ايه؟ نص مليار.
مش عايز كلب يهوهو تاني. نرجع بقى في محلات كتير مقبوله وفي الحشرات داخل حوار السباحه حشرات والستات بيتمسكوا مش عارف منين والستات بتنضرب والسيدات الفاضلات المحترمات ضربوهم على عشان زهقوا. خد بقى عندك بقى خالد بطيب كل شغله فيه هو خالد في عيل اسمه عمرو ادم كل شغله خالد بطيب. خالد بطيب ده كان بيلعب فين؟ منتخب ايه؟ المغرب. لعب كاس عالم روسيا ولا ما لعبش؟ لا ايوه راجع مصاب. النظام عندي لو فسفوسه بعالجك انا اللي بعالج محمد ابراهيم وابو جبل كل دول واسمه الوش كله كله عبد الواحد سيد انا معالج عبد الواحد سيد دلوقتي ما عرفنيش انا اللي جايبه من الطرف والله العظيم انا اللي جايبه من الطرف ولا كان ماسكينه مركز شباب في حته كده المهم يعني طيب انا اللي عينه برضه هو دلوقتي المفروض انا اللي عينه هو احمد مجدي مش كده؟ جم عزوني ايه ده؟ كل واحد بيعمل بس ثانية واحدة يا باشا من فضلك الفرق ان انا الفرق انت بتقول ما تقولش اصلا الفوت يضربوك ما يعتمدش عليا انا المهم خالد هتتعالج تحب تروح المانيا ولا فرنسا؟ انا بتكلم فرنسا اروح فين؟ دكتور محمد اسامه عايش ولا ميت؟ عايش. موجود في الجهاز ولا ماشي؟ موجود. اسالوه ولا عمرو ادم ما اسمعش صوتك. تاني ما اسمعش صوتك. محمد اسامه موجود. سافروا؟ الاثنين على فرنسا. اتحدد ميعاد العملية هرب. هرب. تكتب تقرير. لمين؟ محمد اسامه موجود ولا ميت؟ موجود. كتب لي تقرير. ده الواد ليه شهرين انا مش تلميذ حطيتهم له فين؟ في حسابه العقد بتاعه يمشي بعت له اربع انذارات تعالى يا ابني عشان تلعب وتتضرب ما بيجيش سيبه عقده ماشي ولا افسخ؟ افسخ العقد بيقول ايه؟ افسخ فسخت وعملت فيه شكوى 2020 حصل ايه؟ ايه حصل ايه؟ شهر 11 مشونا مشونا جابوا حسين لبيب خلاص؟ طب جاوب بقى يا حسين قول بقى هو اللي هرب وعاملين محاضر في اسم بتاع وراح له جوابات واستلم جوابات تمام طنش اتحكم هو فين موجود رجعنا احنا عملنا استئناف تمام اول ما عملنا استئناف عملوا ايه مشونا مش عايز كلب يفتح بقه تاني قول تاني يا عمرو ادهم انت وعمرو الجنايني بالجزمه ما اسمعش صوتكم تاني فاهم يلا انت هو انا بقوله علنا اهو محمد اسامه موجود ولا ماشي بعت لحسين لبيب قلت له زي ما بعت في حمد النقاص قلت له الواد واخد فلوسه مقدم الواد ده ما تصطلحش معاه راح اصطلح بعدها باسبوع ايه خسر القضيه حمد النقاص بعد ما كان مديله 800000 دولار تمام فلوس سايبه مش مشكله طيب مشينا احنا انا بتحمل المسؤوليه لا طب هو ليه انتوا خسرتوا القضيه في المرتين كلام القضيه سهل ده هو اللي هو اللي مش غير المحامي يا باشا عمرو ادم جاب محامي عشان العموله وانت لما تكون عندك قضيه في محكمه وعندك محامي شاطر احنا واقف لنا كل القضايا تمام هنا قضيه كهرباء تغيروا ده صاحب امير مرتضى امير مرتضى 10% طب ما كانت وضع امير مع اللعيبه وما خدش الكونفدراليه ما كلهم بتوع مش كده طيب الواد كسب القضيه في ايه بقى قال يا جماعة أنا جالي فعلا الجوابات دي والإنذارات دي بس أنا ما بقراش عربي ولا بتكلم عربي كلام سليم أنا حسين بعت لك فويس بصوته بيتكلم بالعربي أنا مش هقدر أجي التمرين عشان رجلي مصابة ده لو راح المحكمة هيحصل إيه؟ خربوا النادي تاني أخرج لك طيب وخالد بطيب الواد تاني في سبونج ده سبونج ده عامل فيديو من دبي بيقول انا خدت كل مستحقاتي من بريزنت الزمالك تمام الواد ما معروفوش هو انت عامل على وشك وبطنك انت والعيال اللي معاك وعايز تلبسني قدام الجمهور ان انا ساب خرابه
لا انا سيب لك نص مليار وسيب لك احسن لعيبه. هو مين جايب لك مصطفى شلبي وعمر جابر وعبد الله سيد؟ مين اللي جاب لك كده؟ ها مين جاب اللعيبه كلها؟ يا جماعه قصه خدمه تاني. عندكم محمد اسامه وعندكم احمد لسه شغال هنا. اسالوا ده اللي كان بيبعت جوابات وزارات وده اللي راح معاه والواد هرب من المستشفى. تمام؟ طب انت بقى بتغير المحامي ليه؟ عشان تاخد البتاعة؟ وبعدين بيقولوا لي احمد سليمان في المستشفى. طب ليه؟ عشان الخناقه الكبرى. هو جايب شركه اماراتيه رعايه، وحسين لبيب سافر قطر جاب البكوكولا دي رعايه. تمام؟ مين اللي يكسب؟ مين اللي يكسب؟ الرئيس. بلاش قرف. لو المستشار مردود منصور هيبقى كان موجود في الزمالك كان هيوافق على رعايه شركه مقاطعه لنادي الزمالك ولا لا؟ ما كنتش عملت انا البوست بتاع امبارح بالفعل وقلت فيه حصل اقتلوا نتنياهو حصل بالفعل. في بعض من جماهير الزمالك بيقولوا ان الرئيس الفعلي لنادي الزمالك مش حسين لبيب موضوع بس حاجه تشوف ده؟ لا اصل موضوع بس اشترى من حضره الباشا اشترى منه النادي اشترى منه النادي اداله فيلتين في الساحل الشمالي بس يا مستشار انا كنت اول امبارح في النادي اقسم بالله الحمامات زباله حمامات. بص عايز اقول لك حاجه، انا لا استطيع ان الوم الاعضاء لان مفيش عضو انتخابهم. دي جت قايمه حتى لما نزل خالد لطيف واسالوه مين كلمه الساعه 2 بالليل قال له هتسقط هتسقط اعمل بيان وامشي الباشا. انت رد قصدك يا فندم ايه على اهدار المال العام وردم ال 6 بالله؟ لا 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 16 بلاغ متقدمين على معالي الوزير يا باشا. ممدوح عباس في بلاغ متقدم.